أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمانة التطعيمات. جاء ذلك خلال إعطاء المحافظ إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بحضور عدد من مسؤولي منظمة اليونيسف. أطلقت وزارة الصحة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، تستمر حتى 30 من مارس الجاري بجميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الحملة في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال وحفاظا على مصر خالية من المرض، من خلال 45 ألف فريق طبي بإجمالي 90 ألف فرد مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في وزارة الصحة والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية. احنا استعدينا في محافظة مطروح هنا جيدا لهذه الحملة. يمكن دائما تكون عندنا مضادات لمثل هذه الحملات داخل المحافظة. كان استعدادنا من خلال توفير جميع وسائل النقل طبقا لطلب مديرية الصحة بمطروح، لتوفير وسائل النقل لجميع الفرق الطبية سواء الثابتة أو المتحركة. احنا عندنا ما يقل من 410 فريق طبي، منهم 60 ثابت و 350 فريق صحي متحرك. احنا مستهدفنا هنا في المحافظة حوالي 67 ألف، ان شاء الله معانا 312 فرقة، منهم 258 فرقة متحركة هتنتقل من بيت لبيت وشارع لشارع تغطي المستهدف بتاعنا ان شاء الله. احنا بنطمن الناس جميعا ان هم مفيش اي موانع للتطعيم وما يلاقوش على اطفالهم. اللي احنا باذن الله مواعيد العمل هتبقى من الساعة 8 صباحا للساعة 5 مساء، وبعد كده باذن الله مكاتب الصحة بتاعتنا في جميع انحاء المحافظة هيبقوا شغالين من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساء باذن الله.